تضارب التصريحات وتبادل الاتهامات بين الحكومتين المركزية وحكومة الإقليم، هذا لا ينفع بشيء. هنالك ضحايا هم المواطنون الكرد، لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر. نحن الآن نبحث عن حلول يا دكتور، هل بداية الحل تكمن في إقرار قانون النفط والغاز؟ يعني قانون النفط والغاز أنا أقوله هو أقر عام 2007، وبالتالي حتى حينما أقر لكانت هنالك عدة أطراف، ولغاية هذه اللحظة لسبب بسيط جدا أن القوى السياسية التي ذهبت لتشكيل حتى هذه الحكومة، دعونا نذكر مسألة أساسية في اتفاق المعارضة في 14 إلى 15 كانوا الأول عام 2002 الذي جرى في لندن، حينما نقرأ البنود التي وقعت عليها هذه القوى الآن الحقيقية تشكل الحكومة في ذلك الوقت، كلها كانت تحدثت في الفقرة العاشرة من الاتفاق تؤمن بالنظام الفيدرالي، تؤمن بمشروعية أقول بناء دولة غير مركزية، لكن تطبيقات العملية لها أن هنا كل القوى السياسية بدأت تميل إلى المركزية الشديدة، وهنا أتحدث عن فصائل المعارضة كانت خارج العراق وربما يكون التحقت بها بعض القوى السياسية، وهذا يقودنا إلى أن غياب مشروع رؤية الدولة ومشروع رؤية المعالجة الحقيقية. قانون النفط والغاز هنالك مخاوف لدى بعض الأطراف في حالة إقراره فإنه سيساهم بصورة أو بأخرى بتعزيز النفس، أقول التخلص، نفس تخلص من السلطة المركزية في وقت هنالك صراع إرادات دولية على العراق. هذه مسألة سيفتح شهية بعض الأطراف الأخرى، هنا أتحدث حينما نأتي لكي نتحدث بكل وضوح أن الأكثر عددا هم اللي يحتكمون على الأقل مساحة، حينما نذهب إلى موضوعة السنة الأكراد هم يسيطرون على مجموعه ما يقارب أكثر من 60 إلى 65% من الأرض، والأرض التي يحتكمون عليها هي أرض كبيرة الموارد، ربما تكاد تكون هذه هي واحدة من أهم الإشكالات التي تعيق تطبيق النفط والغاز. لكن في وجهة نظري أنا أقول الجلوس والتفاهم والحل بوجود أقطاب السياسة، هنا أتحدث عن الصقور الذين كانوا ما قبل عام 2003، للأسف الشديد أجدهم إما أنهم يلتزمون الصمت أولا أو اتخذوا جانب الحياد الغير إيجابي حقيقة في هذا الموضوع. وأنا أقول في بلد مثل العراق تتدافع عليه دول الجوار ما وراء الجوار، ترغب في أن يبقى ميت سريريا، وهي التي تتحكم في مقدراتي ومواردي وإن لم يكن مباشرا ولكن عبر أدواتها. دكتور عصام، دعنا نتوقف عند هذه النقطة تحديدا. ربما ذكرت في بداية الحديث عن جهات تقف بالضد من مثل هكذا قرارات، هناك من أيضا من تحدث من محللين وتحدث عن جهات إقليمية يعني ترغب بأن يصل الوضع إلى ما هو عليه، أيضا هناك من تحدث من ربما من الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن بغداد تماطل في تنفيذ الاتفاقات مع الكرد وأن هناك من يعرقل التنفيذ. من هي هذه الجهات الداخلية أو الخارجية؟ نعم، يعني أولا في واقع الحال هنالك صراع ما بين السيد السوداني وما بعض الجهات حتى داخل ائتلاف إدارة الدولة داخل الإطار التنسيقي. هذه الجهات تريد أقول أن تفرض سطوتها، وهو كما معلوم أن شخصية السيد السوداني شخصية صعبة المراس، لا يذهب باتجاه أقول التقبل كل شيء في هذا الموضوع. إضافة إلى كل هذا بعض الجهات تحاول تستخدم أدواتها الشعبية تحرك الشارع بطريقة أن تجعل من العراق قلقا، تستغل طبيعة الصراع الكردي الكردي، وخاصة هنا أتحدث في بعض مناطق كردستان، تحدث في موضوعة كركوك بالتحديد، هذه مسألة جدا مهمة. إضافة إلى كل هذا طبيعة الولاءات لما وراء الحدود ربما تكون هي جزء من إيمان لدى كثير من الجهات، وبالتالي بعضها هي تتشدق حتى علانية بولائها إلى هذه الجهة أو تلك، بحكم قد يكون تارة قد نشأت في أحضانها المعارضة، تارة قد تكون هذه الجهات قد ترتبط برابطة عرق الدم، وهذا ما يجعل الموقف في العراق صعب جدا في وقت لم تنجح القوى السياسية على مدى 20 عاما في بلورة هوية حقيقية بما يعرف بالأمة العربية، العفو الأمة العراقية،
أنا أؤمن أن الأمة العراقية هي مقدمة على كل الارتباطات، مع احترامنا لكل الانتماءات الأثنية العرقية الطائفية المذهبية. هذا الخطاب الوحدوي لو تم تسويقه بعيدا عن التخوين، بعيدا عن التسويق السياسي لمصالح ذاتية، ولذلك أقول بعض القوى السياسية بالأساس حتى حينما تسوق خطابا فرعيا أهوية ضيقة هي ترغب بالاستحواذ على مقدرات الدولة، وهي لا تؤمن بمفهوم الدولة، هي تتصارع من أجل بسط نفوذ اللا دولة وأن تحول مقدرات الدولة إلى دولة ريعية، ويتبع الخطة الخمسية للفرهود مستخدمة أنا أقول كل أساليبها بتفكير خارجي يرسم لها هذه الخطة. نعم.